وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه بكونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد. الحضور الكريم، إن دولة الإمارات تعتبر مزوداً ومسؤولاً للطاقة، وسوف تستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز. وبحكم الجيولوجيا، فأن النفط والغاز في دولة الإمارات أيها السادة ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم والحمد لله. وسنواصل التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع، وهذا ليس بجديد، فقد وجه الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه بوقف عمليات حرق الغاز من عدة عقود، وأرسى ركائز استدامة في دولة الإمارات. أربعين دولة اليوم تشاهد وتستفيد من هذه الاستثمارات اللي أقامتها دولة الإمارات العربية في مجال الطاقة المتجددة. استراتيجية دولة الإمارات، استراتيجية حكومة أبوظبي، استراتيجية دبي، تهدف هذه الاستراتيجيات للحفاظ على الصحة العامة، للحفاظ على البيئة. تطور كل سنة، تطور إلى الأفضل. اعتماد الجدوى البيئية وليس فقط الاقتصادية للمشاريع. الاستدامة جزء مهم من كافة الخطط في الرعاية الصحية الأولية. الإعلام له دور كبير في أن يبين للعالم مدى دولة الإمارات اهتمامها في الاستدامة. الاستدامة ثقافة، هي ليست فقط فكرة ولكنها ثقافة، ويجب أن نعمل على تعزيزها، على أنها مش بس ثقافة ولكنها كسلوك. تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على التصدي لظاهرة التغير المناخي ضمن استراتيجيات عدة، ويأتي اهتمام الدولة ليشمل مختلف القطاعات بداية من خطط التحول نحو اعتماد الطاقة النظيفة، وصولا إلى الإسهام في بلورة الخطط العالمية بهذا الشأن. ويعود اهتمام الدولة في هذا المجال إلى عقود عدة أنجزت خلالها الكثير من مشروعات الاستدامة، مثل محطة براكة النووية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة في الدولة، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات التحول إلى استخدام الغاز في توليد الكهرباء. دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى موضوع التغير المناخي كتحدي للإنسانية جمعاء في العالم، لذلك يتم العمل على هذه الظاهرة من خلال خلينا نقول خطين متوازيين. يعني نحن نقوم على عمل العديد من المشاريع لتقليل البصمة الكربونية في كافة المجالات داخل دولة الإمارات. هذا خط مهم جداً، يعتبر مسؤولية دولة الإمارات بمختلف الشركاء الموجودين لتقليل البصمة الكربونية في قطاعاتهم من خلال تطبيق التكنولوجيات المتطورة، من خلال استخدام الذكاء الصناعي، من خلال خلق القوانين واللوائح والممارسات اللي بتساعدنا على تقليل البصمة الكربونية للقطاعات المختلفة. فهذا خط نعمل فيه داخل دولة الإمارات وملتزمين فيه. الخط الثاني اللي تعمل عليه دولة الإمارات هو توحيد الجهود وتضافر الجهود مع الأصدقاء ومع الدول لتعزيز العمل من أجل تخفيض البصمة الكربونية. كذلك عندنا عمل جاد من خلال شركاتنا الوطنية على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في دول كثيرة. الحمد لله استطاعت دولة الإمارات أن تقيم عشرات من هذه المشاريع في مناطق مختلفة في العالم. دولة الإمارات العربية اللي أنا عشت فيها من العام 1989 لحد الآن بدأت
بخطوات عملية للحفاظ على الموارد البيئية، وأيضاً اتخاذ خطوات الاستدامة في مختلف المشاريع، مع أنه اعتماد الجدوى البيئية وليس فقط الاقتصادية للمشاريع، وبالأخص في الترجمة العملية للشعارات اللي وضعت في للعالم منذ سنوات، يعني من تقريباً من 2005 لحد الآن، أو حتى من مؤتمر القمة الأرض الأول والقمة الأرض الثانية اللي وضع 17 هدف استراتيجي للاستدامة. خلال مؤتمر كوب الأخير تطرق الشيخ محمد بن زايد حفظه الله إلى مقولة جداً مهمة، حيث قال أن جميعنا شركاء في ظاهرة التغيير المناخي، وأي قرار نتخذه اليوم سيؤثر على الجيل الحالي وسيؤثر على الأجيال في المستقبل. هذا العبارة تدل على عمق القضية التي يتبناها فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وبدورها تحرك جميع المؤسسات في الدولة لأهمية التوعية بقضايا المناخ، ودور الدولة داخلياً وخارجياً للفت الانتباه على أهمية هذه القضية التي بدورها تؤثر على البشرية بشكل عام. أدركت دولة الإمارات أهمية أنها الانتباه إلى التغير المناخي، وأفردت العديد من الاستراتيجيات، سواء استراتيجية دولة الإمارات، استراتيجية حكومة أبوظبي، استراتيجية دبي. جميع هذه الاستراتيجيات أفردت حيزاً كبيراً لأهمية معالجة أو محافظة على التغير المناخي، والتزمت دولة الإمارات بأنها تحقق ما تصبو إليه بحيث أنها تحافظ على البيئة وتستخدم كافة الإمكانيات لكي تستثمر في الطاقة النظيفة. فهناك العديد من المبادرات التي قامت بها الدولة، مثل الاستثمار في الطاقة النووية، مثل الاستثمار في الهيدروجين بدل الهيدروجين الأزرق بدل من الغاز. كل هذه الاستثمارات استثمارات يعني كبيرة وسبقت غيرها من الدول، وأنها يعني تحقق أو تستخدم الطاقة النظيفة بما مقدار 50% من استهلاكها في الكهرباء بحلول عام 2030، وهذا طبعاً يعتبر سابقة بالمقارنة بالدول الأخرى. فهذا طبعاً يعطي دولة الإمارات دفعة إيجابية نحو الاهتمام بالبيئة والاستثمار في الطاقة النظيفة التي طبعاً تقلل الانبعاث الحراري وتحافظ على البيئة. الاستدامة جزء مهم من كافة الخطط في الرعاية الصحية الأولية. أيضاً أهداف التنمية المستدامة لن يتم تحقيقها حتى تتكافأ أو تتعاون كافة الجهات إضافة إلى الجهات الصحية، وبعض أهداف التنمية المستدامة لها علاقة مباشرة أيضاً بالرعاية الصحية أو بمنظومة الرعاية الصحية. فإجراءات الاستدامة كثيرة جداً، بعض المستشفيات تستخدم الطاقة النظيفة، بعض المستشفيات أيضاً لها وسائل مستدامة وحديثة لا تؤثر وصديقة للبيئة، مثال التخلص من النفايات الطبية. على الرغم من كون دولة الإمارات دولة منتجة ومصدرة للنفط، إلا أن خطط التحول إلى الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة حققت نجاحات. فبعد تحقيق الهدف الأول المقدر بخفض 30% من الانبعاثات، وتجاوز المرحلة الثانية بتحقيق خفض 50%، تستعد الدولة بحدود 2030 لبلوغ الهدف المقبل المقدر بخفض 75% من الانبعاثات الكربونية، وهو ما يجعل دولة الإمارات من بين أكثر الدول في العالم تحقيقاً وتطبيقاً للاستدامة. دولة الإمارات منذ سنوات بعيدة استشرفت المستقبل وعملت عليه، واليوم نحن نستطيع أن نقول نحن اليوم فعلاً ننتج طاقة بديلة. لما ننظر إلى مدينة مصدر في أبوظبي، لما ننظر إلى جهود ديوة في دبي، دولة الإمارات تعد الأولى على مستوى المنطقة أو الأولى كذلك على مستوى الدول المصدرة للبترول، التي أعلنت عن برامج طموحة تتعلق بإنتاج الطاقة النظيفة. في عام 2006 أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة شركة مصدر
والتي بدأت أولى مشاريعها في الدولة وخارج الدولة على مستوى عالمي فيما يتعلق بالطاقة المتجددة. اليوم أصبحت شركة مصدر متواجدة في أكثر من 40 دولة، تعد أهم الشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة. إلى جانب ذلك، في عام 2017 أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال وزارة الطاقة والبنية التحتية أول استراتيجية وطنية متكاملة للطاقة. ومن خلال هذه الاستراتيجية تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوصول بحصة الطاقة النظيفة من الاستهلاك في دولة الإمارات إلى حوالي 50% بحلول عام 2050، ونقصد هنا بالطاقة النظيفة الطاقة النووية والطاقة الشمسية بشكل أساسي. اليوم في دولة الإمارات نعتبر المستوى الأول أو الدولة الأولى في مجال اعتماد الطاقة النظيفة من حيث الطاقة المتجددة والطاقة النووية. تبلغ اليوم الطاقة الإنتاجية عندنا أو المشاريع قيد الإنشاء مع المشاريع العاملة في الدولة تبلغ أكثر من 11 ألف ميجاوات، مما يضعنا في المرتبة الأولى في المنطقة. بالتأكيد الطاقة المتجددة أصبحت واحدة من الأهداف الأساسية في توليد الطاقة في دولة الإمارات عموماً، وفي أبوظبي وفي دبي وفي باقي الإمارات الأخرى بحسب إمكانياتها. لكن الدليل الأساسي على أنه الدولة اهتمت باستخدام الطاقة المتجددة هو إنشاء مصدر، وهذه طبعاً واحدة من المؤسسات الآن اللي لها دور كلش كبير، ليس محلياً بل إقليمياً وعالمياً أيضاً، إسهامات في نقل الخبرات والمساهمة في أيضاً استخدام هذه التقنيات الحديثة، واللي أيضاً بالأخص في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. استخدام الطاقة المتجددة هيخدم الكوكب ككل. مثل ما تعرف أنه الرياح أو الغلاف الجوي ليس له حدود. أي دولة تتخذ إجراءات لتحسين المناخ وتقليل غازات المسببة للتغير المناخي، معناتها أنه بالنتيجة حتتأثر باقي الدول القريبة من عندها والعالم كله. الجامعات الآن أصبحت تركز على موضوع السيارات الكهربائية كبديل للسيارات البترولية، مما سيؤدي الجيل المستقبلي بيكون مقتنع أكثر بالسيارات الكهربائية، فبيروح الأجيال بتقتني سيارات كهربائية بدل بترولية. هذا جزء من الخطة. نسبة الوفرة ممكن تصل إلى 20%، 20% إذا تم تنفيذ الخطط في مجال الطاقة. أنظمة الطاقة الذكية هناك في جزء رئيسي في قلب الخطة، اللي هو الجزء هذا هدف الرئيسي تقليل استهلاك الطاقة. من أهدافه جعل المستهلك يوعي بأهمية الطاقة للمستقبل، يوعي بأهمية نظافة البيئة، عدم التلوث، مما سيؤدي إلى أن يكون حريص جداً على عدم الهدر، حريص جداً على أن ينتقل من المصادر اللي تلوث مثل البترول إلى مصادر أقل تأثيراً على البيئة مثل الغاز والكهرباء. كل الهيئات والوزارات اللي قائمة على موضوع الطاقة والطاقة الكهربائية والمواصلات والتصنيع عندها خطط مفصلة جداً، مفصلة، وعندها برامج تنفيذية وعندها مراقبة وقياس. فبالتالي الحمد لله ماشيين بخطة يعني حثيثة، بخطة متطورة. الجيد من خطط الإمارات إنها مش جامدة، إنما مرنة، تطور كل سنة، تطور إلى الأفضل. الإعلام له دور كبير في أن يبين للعالم مدى دولة الإمارات اهتمامها في الاستدامة، لأن دولة الإمارات الآن أصبحت واجهة عالمية، فأيضاً الإعلام يبين مدى أهمية هذه الاستدامة، الصحة الجيدة، بناء المستشفيات العالمية أيضاً، والطاقة النظيفة. فهنا على الإعلام أن يوجه هذه المبادرات التي تقوم فيها دولة الإمارات، منها الاستدامة، للعالم بأن يرى بأن الإمارات وجهة مهتمة بالاستدامة.
دولة الإمارات أعلنت مع نهاية العام الماضي عن طموحها للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050. نحن محظوظين الحمد لله بالشيخ زايد الله يرحمه اللي أسس لنا وعطانا الدفعة وعطانا التخيل. توجهات إعلامية متزامنة مع ما تسعى إليه دولة في المحافظة على صحة وقيم الإنسان. وبتكاتف وبتعاون الجميع نستطيع أن نصل إلى الهدف الأسمى. تتمتع دولة الإمارات بمكانة عالمية في مجال الاستدامة والتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتعكس مشاركاتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية مكانة الدولة وما حققته في مجال الاستدامة. وقد كشفت دولة الإمارات ضمن مشاركتها في فعاليات مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ المصرية عن المسار الوطني للحياد المناخي للعام 2050، والذي يمثل الإطار الزمني لآليات ومراحل تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي. ويأتي استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الحياد المناخي COP28 ليترجم تلك المكانة. استضافة أيرينا اللي هي المعنية بالطاقة المتجددة، وأيضا وقبول دول العالم على أن تكون دولة المقر هي الإمارات العربية المتحدة وبالأخص العاصمة أبوظبي، هذا بحد ذاته يؤشر على أنه الدولة متقدمة في تنفيذها للخطوات المطلوبة وللأهداف، أيضا أهداف التنمية المستدامة. فلا بد أنه تحتضن دولة لهكذا مؤسسة عالمية لها سمعة كبيرة، يعني لابد أن تكون عملياً عندها تطبيقات عملية. ومثل ما أشرنا قبل شوية أنه مصدر هي كانت الإشعاع الأول في قبول دولة الإمارات أن تكون هي دولة الاستضافة لهذه المنظمة. الآن مثلاً COP27 اللي صار في مصر حيجي COP28 اللي حيكون في الإمارات. دولة الإمارات أعلنت مع نهاية العام الماضي عن طموحها للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050. والحياد المناخي يتضمن محاور كثيرة، منها النقل، منها الزراعة، منها المباني، وأهم محور هو محور الطاقة. فالآن نحن في وزارة الطاقة والبنية التحتية نعمل على تحديث استراتيجية الطاقة اللي أطلقناها في عام 2017 لكي تتماشى مع رؤية القيادة وللوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050. من هذا المنطلق نحن نتوقع خلال مراجعتنا وعملنا مع الشركاء في القطاع أن تتضمن المراجعة زيادة في نسبة اعتماد على الطاقة النظيفة والطاقة النووية والمتجددة بشكل عام، بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050. دولة الإمارات تتميز عالمية بالمستقبلية، والناس تحب المستقبل. نشكر الله سبحانه وتعالى، ونشكر أيضا القائمين، القادة، أصحاب الهمم العالية، أصحاب الرؤى المستقبلية. أنا أعتقد إحنا محظوظين الحمد لله بالشيخ زايد الله يرحمه اللي أسس لنا وعطانا الدفعة وعطانا التخيل المستقبلي. أنا هكذا أقول، أعطانا يعني توجهات للمستقبل، وإحنا ماشيين على نفس الدرب. من يتصور أن الدولة بترولية تفكر من فترة في موضوع تنوع مصادر الطاقة؟ شيء جايز دول كثيرة ما عملتها، تعلمت منها في دول كثيرة على فكرة، تعلمت في دول تأتي إلى الإمارات تتعلم في موضوع مشاريع الطاقة المتجددة، وهذا شيء رائع جدا. ونحن كأكاديميين نفتخر لما ندرس الطاقة والطاقة المتجددة عندنا، نفتخر أن عندنا قادة مستقبليين، ونفتخر عندنا إنجازات رائعة الحمد لله. وجودنا في المحافل الدولية التي تعزز من مكانة دولة الإمارات في الاهتمام بالتغير المناخي على سبيل المثال، الاستدامة، المحافظة على البيئة، المحافظة على الصحة، هذه المضامين أو القضايا أصبحت تنقل من خلال وسائل الإعلام بكل قوة، برسائل إعلامية وتوجهات إعلامية
متزامنة مع ما تسعى إليه دولة في المحافظة على صحة وقيم الإنسان. برامج التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة إلى جانب مراعاة شروط الاستدامة في دولة الإمارات بدأت منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد، وتطورت تلك البرامج إلى استراتيجيات تشمل مختلف القطاعات. وتركز المؤسسات في الدولة في حملات التوعية على جميع مناحي الحياة من البيت إلى المدرسة وصولاً إلى المصانع ومختلف وسائل النقل. وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة برامج طموحة للتعامل مع مشكلة النفايات من خلال تحويل هذه النفايات إلى طاقة. بدأنا تشغيل أول محطة لتحويل نفايات إلى طاقة بسعر 300 ألف طن من النفايات سنوياً، تنتج حوالي 30 ميجاوات في إمارة الشارجة، وقد تم البدء في إنتاج هذه الكهرباء النظيفة من هذه المحطة. وضعت الدولة العديد من الاستراتيجيات والبرامج التوعوية للتنبيه على أهمية قضايا المناخ، فقامت بإعداد العديد من البرامج، التوعية في المدارس، التوعية في المؤسسات، التوعية في المؤسسات الخاصة والحكومية، لأننا جميعاً شركاء. الدولة قائمة على أفراد، قائمة على مؤسسات، وبتكاتف وبتعاون الجميع نستطيع أن نصل إلى الهدف الأسمى من هذه المبادرة الجميلة. أنا كنت واحد من المساهمين في عملية التوعية البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أولاً بسبب كوني كنت مدير عام جمعية أصدقاء البيئة من التأسيس، وبعدين برنامج إذاعي مع إذاعة دبي، وبرنامج تلفزيوني مع تلفزيون دبي. البرنامج الإذاعي استمر 3 سنوات، والبرنامج التلفزيوني لمدة سنة. زرنا المدارس إلى أبعد مدرسة، يعني مدرسة الشعم، ثانوية الشعم في رأس الخيمة، أنا شخصياً رحت لها وألقيت محاضرات توعوية. ساهمنا في جامعة العين، جامعة الإمارات في العين، في المدارس، يعني كانت هذه ضمن الأنشطة مالتنا. بعدين ساهمنا أيضاً في دعوة الطلبة والجمهور والمجتمع للمساهمة في تنظيف الشواطئ، وأيضاً حملات تشجير. لذلك أدعو كل هذه الجهات وحتى المدارس أن يعني تخصص جزئية من الوقت للتوعية البيئية بشكل أكبر وبشكل متحضر. مقولة الشيخ زايد طيب الله ثراه عندما قال أننا نهتم يعني بالبيئة اهتمام كبير، وقال أيضا أن أجدادنا حرصوا على يعني أن البيئة جزء أساسي وعضو أساسي في تاريخنا، في بلادنا، في تراثنا، والآباء والأجداد الذين عاشوا على هذه الأرض قد حافظوا على هذه البيئة، أخذوا منها ما يكفيهم أو ما يريدون، وحافظوا عليها ليتركوها للأجيال التي ستأتي وهي بحاجة لهذه الأرض. المرأة الواعية المهتمة بقضايا البيئة بتربي عيالها على تفاصيل مهمة جدا. من هاي التفاصيل الصغيرة هي تعلم أطفالها كيفية التعامل مع النعمة، كيفية الحفاظ عليها، كيف ان احنا هذا الشيء ممكن احنا ننميه ونخليه ممكن يعني استدامته عاليه. هذا على مستوى الاسره بشكل مختصر، لكن لما ناتي على المستوى العام او المستوى الاجتماعي هني ايضا دورها بيكون اكبر واكبر، وهكذا يعني يبدا من البيت على المكتب على وانا طالع برا. الاستدامه ثقافه، هي ليست فقط فكرة ولكنها ثقافة، ويجب أن نعمل على تعزيزها، على أنها مش بس ثقافة ولكنها كسلوك، وهذا لن يقوم به أحد غير المرأة في داخل المنزل.